الأحلام. حياتنا حكاية سطور والأيام، خيالنا رواية كعالم الأحلام. رحلة جميلة في الكلام والصور، يخوضها آدم ويجمع التراب. بداية بسيطة أبطالها نحن، نعيش في سعادة ويكبر اللحن. وذروة عجيبة مثيرة وغريبة، نجوم في أماكن بعيدة وقريبة. حياتنا حكاية سطورها الأيام، خيالنا رواية كعالم الأحلام. حياتنا حكاية سطورها الأيام، خيالنا رواية كعالم الأحلام. تساؤلات عدة تحتمل كل الأجوبة. يقول آدم إنه لكل شيء ذاكرة، لكل شيء قصة، مربع أو دائرة. روائح الأشياء نوافذ جديدة، تكشف كل يوم عن عبرة فريدة. في صوت جدته تجتمع الفصول، في طريق رحلته متعة الفضول. حياتنا حكاية سطورها الأيام، خيالنا رواية كعالم الأحلام. حياتنا حكاية سطورها الأيام، خيالنا رواية كعالم الأحلام. من ماذا ولماذا، كيف أين ومتى، تساؤلات عدة تحتمل كل الأجوبة. يجوب آدم دائما في سالف الزمان، مستقبل قريب والعصر والأوان. في الغرفة المجاورة والمدن البعيدة، رحالة يروي لنا تجارب عديدة. في البحر والسماء وعالم الفضاء، هناك دوما قصة في الصبح والمساء. حياتنا حكاية سطورها الأيام، خيالنا رواية كعالم الأحلام. حياتنا حكاية سطورها الأيام، خيالنا رواية كعالم الأحلام. من ماذا ولماذا، كيف أين ومتى، تساؤلات عدة تحتمل كل الأجوبة.